وصلت مع الفجر اول ما سبقت مشيت نحفر الجبد الوالد ديالي باش نقد ونقاح لقيته مات الله يرحمه. وخا نوصل فلك حتى نعيا ما غاديش تحس بداك الشيء اللي حسينا به حنايا. انا خويا من الساكنه ديال دوار تاكادير جماعه تدسير قياده تسيف المال دائره مجات عملت شي شوا. انا الليله فاش كانت الواقعه ما كنتش كنت في الصخور خدام في الصخور كنترزق على الله. دازت ديال الصخور ماشي بحال ديال هنا. عيطوا لي قالوا لي راه الوالد ديالك راه تردم الله يرحمه وبنت خويا وجوج ولادو حتى هما الله يرحمهم. انا ما باش نعبر على هذاك الشيء ما لقيتش بكيت تعيت في الطريق جبت الخطاف 1500 درهم داك الشيء اللي جمعت حطيته للخطاف وصلت مع الفجر اول ما سبقت مشيت نحفر الجبد الوالد ديالي باش نقد ونقاح لقيته مات الله يرحمه. الاخرين حتى هما داك الشيء مشاو الناس تردمات تيجري وتيضربوا بنت خويا حتى هي بولادها بجوج الله يرحمهم حتى هما الاخر السيد ولد عمي حتى هو وولادو كاملين بقى هو اللي بقى في دار العائله كلها مشات. واحد اللي بقى دابا يعيش ولا يموت هو راه تضرب تجرح. خويا ما السلطات العسكر ما كاينش السلطات ما كاينش الناس ديال الدوار الضامنات كتجري يحفروا القبوره تفنوا الناس هادشي اللي كاين. دابا الناس تنعس بالنهار كتنعس بالشمس بالليل السمراء الفراش ما كاينش كلشي تردم. المحسنين اللي كيعاونونا اللي جزاهم بخير دابا حنا كنترجوا من السلطات من سيدنا من المحسنين اللي في قلبه الرحمه ينقذ هاد الاسر. هاد الاسر كاينين السبيان دابا يلا تزاد عنده الشهر اللي عنده شهر ونص دابا في الشمس يقدر يحيى يقدر يموت. هادشي اللي كاين بالليل كينغطيو الناس ما كتنعس ما حنا ما كننعسوش اصلا ثلاث ايام من نهار الزلزال انا ما نعستش كان تنمشي نطلع للدار داكشي جمعت خدمت عييت داكشي اللي جمعت مشى ليا الولاد بعدا جاهم الله نعسوا عند باهم ما كانوش هذيك الليله كون كانوا تاهم غادي يمشيو غنلقى كلشي غنلقى الوالد غنلقى الدري غنلقى كلشي غيمشي باش مابقاش يبقى ليا والو يبقى ليا الله تعالى صافي. ودابا كنترجاكم وكنترجى المحسنين وكنترجى سيدنا والسلطات ينقذوا هاد الاسر صافي راه كلشي ضاع كلشي ضاع. الا جات السمره كيكون الثلج الا جات الشتاء راس لا اله الا الله كلشي. الناس داك الشيء ديال البطاطا وديال الفلاحه اللي جمعوا باش كيدوزوا العام تردمت. اللي عنده شويه البركه كيحطها في الماريو راه حتى هي تردمت راه ما بقى الوراق حتى الوراق راه تردم وراه ما عندهم ولا اله الا الله حتى الوراق بحال المدنيه الكوار داك الشيء اللي عندهم في الماريوات ديالهم تردم ما بقى لهم الا الله. قلت لك صافي هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي نقدر نقول. مشاو ليا الدري وثلاثة البنات ديالو جوج الدراري ديالو والبنت والمراه ديالو والمراه ديالي حتى انا هي والدري اللي في الكرش كاين في الكرش وجوج اخرين بنتي هنا في تيغولا كاع العائله مشات. انا طاح عليا هذاك الشيء جبدوني الدراري ثلاث سوايع فاش خدامين بعدا هز علي واحد الماريو وسميتو ديال الباب اللي هز عليا. اما حتى انا كنت بالله مازال نشرب الماء داك الشيء اللي كاين صافي. حنا دابا كنتواجدوا هنايا في المنطقه ديال في قبيله ايبردات دوار تاكادير جماعه اداسيل قياده اسيف المال دائره مجات اقليم شيشاوة. حنا ضرينا بزاف في الدوار صراحه مثلنا 18 واحد هنايا الديور تهدموا كاملين انتم كتشوفوا الدوار تمشيو غتشوفوا براسكم والناس ضروا بزاف ضروا بزاف. ودابا الناس المحسنين هما اللي شويه بعد المساعده ديال ثلاث ايام معاناه ديال شوف واخا نوصل فلك حتى نعيا ما غاديش تحس بداك الشيء اللي حسينا به حنايا. هذه غير من بالنسبه لدوك الناس اللي بقاو. دابا كتشوف الدري صغار كتشوف باللي واحد هنا دابا حنا عندنا البرد قارس باللي راه كنعاني واحد المعاناه اش نقول لك بزاف 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 كاع. كتشوف ولدك التربيه حداك والبرد وما كاينش باش تغطى الحوايج تردموا وما تاكل ما كاينش كلشي تردم. داك الشيء ما تنقول لك داك الشيء بزاف والله بزاف بزاف علينا بزاف ديال بصح ولكن داك الشيء كنحسبوه بالله سبحانه وتعالى وكنتمنوا من السلطات شويه. دابا حنا ما عندناش حتى الخزي ما كاينينش ما وصلوناش باقي ما وصلوناش
كنتمنوا من السلطات باش يدعمونا شويه بسميتو بالخزائن ولا شي حاجه. المهم الناس فين تدخل، كاين عندنا دابا التربيه، كاين التربيه تكرفسوا. احنا الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، مشاو شهداء الله يرحمهم. ابار ما نهضرش لك على الانقاذ، حنا الشباب ديالنا هما اللي نقدوا، نقدوا دابا نقدوا ما يفوق 14 دري صغير منهم انا نقول لك ما كاينش دابا هنا الدري اجبدوا شي ثلاثه الدري اربعه ماتوا معجزه ديال الله سبحانه وتعالى. نقدنا حنا بروسنا، الارواح حنا اللي خرجناهم، حنا اللي دفناهم، ما كاينش السلطه. القائد اللي جا عندنا النهار الاول جار الدوير ورجع، ما شفنا حتى واحد. حنا ضمننا بيناتنا والناس اللي تضمنوا معنا دابا هاد المساعدات اللي جاوا دابا الله وصلوا ديال الناس ديال الشعب المغربي هو اللي تضمن معنا، وما السلطات ما شفنا حتى واحد صراحه. القيد النهار الاول كنطالبوا بالتراكس باش يجبد لنا البهايم، الناس ضاعوا لهم البهايم في ديورهم، الخنز ما كاينش فين تجلس، انت دابا جالس وكتشم الريحه. ماتوا الحمير، ماتوا البهايم، ما كاينش تراكس، التراكسات ما كاينينش، ما كاينش اللي ينقذ لك الحيوان تيخرج لك على الخنز. دابا الناس ما حيلتهم فين يسكنوا، ما حيلتو من الماكله، ما حيلتو من الخنز، ما حيلتو من البهايم. بنادم دابا اشنا هو المصدر ديال المعيشه هنايا؟ المصدر ديال المعيشه هو المواشي، الناس مشاو لهم المواشي ديالهم، مشاو ليه البقر. دابا انسان خدام عام على العجل باش يبيعو بديك 5000 درهم مشى ليه. دابا هذه هي الوقيته اللي كيبيعوا فيه الناس، حيت كيعمر عن المسلم دابا راه تلغى، هي فين كيديو الناس. حنا دابا بحال النمل، الانسان كيجمع في الصيف باش كيعيش في الشتاء، هادشي اللي كاين. باقي ما بقى شوف هنا الانسان، الا دابا الانسان فقد الامل هنايا باش نكونوا واقعيين. دابا الحمد لله حنا الناس 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 جبناهم، حنا بروسنا ما كاين حتى واحد. حنا الشباب ديالنا هما اللي تضامنوا، هما اللي تجمعوا، والناس الناس اللي جيراننا دور اللي حدانا جيراننا حتى هما تعاونوا معنا الله يجازيهم بخير. هما ما عندهمش الموتى، كلشي الضر الديور كلشي الضر صراحه، ولكن هما ما عندهمش الموتى، تعاونوا معنا جبنا الناس اللي تنقد اللي نقدوا الدراري داونا الساعه اللي ضربت فيه الزلزال. تعاونوا الدراري جبدوا الناس اللي قدوا ينقدوا راه نقدوهم، اللي ما قدوش راه ماتوا. انا ضاعوا لي الاسره، مرت خويا وجوج وليدات ديالو ضاعوا، شكون غيعوضك؟ يعطيوكم ما عرفت شنو هو. انا هذاك الوليد اللي ضاع عنده العلاقه معايا انا اكثر من بوه صراحه. اش نقول لك، هادشي كنحسبوا الله سبحانه وتعالى، ما عندنا ما نديروا. كنتمناو من السلطات يعاونونا شويه، راه الناس ضروا، راه ضروا تقصحوا بزاف صراحه. انا مأساة راه عشنا هنايا، مأساة. حنا شفنا الشعب المغربي ضامن معانا صراحه، ضامن كما كنشوفوا دابا الدور. يلا الناس رقعوا، كتلقى دابا البريس كيجرجوا فيه الناس ربعه الناس باش كدير لايف باش كتعاون. كنشوفوا الشعب المغربي تعاون معانا، ولكن حنا باقي ما شفنا والو هنايا، باقي ما شفنا والو، باقي ما وصلنا والو.